أخبار جديدة عن الفلك وتوقعات الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني نوفمبر من 6 إلى 12 تشرين الثاني نوفمبر. كيف راح تكون الأجواء بوجود عامل مهم وحدث فلكي ألا وهو خسوف القمر يوم الثلاثاء منتصف الأسبوع ببرج الثور؟ خلينا نشوف كيف أو وين راح يكون الأمر خلال هذا الأسبوع. يوم الأحد راح يكون بالحمل 2-3 وحتى بعد ظهر يوم الأربعاء الساعة 4 ببرج الثور وبحالة خسوف، وبعديها بروح للجوزاء حتى الجمعة ويوم السبت بالسرطان. حسب هاي الأجواء مين راح يكون الأكثر والأقل حظا؟ خلينا نشوف ونبلش بالحمل اللي ممكن يكون الأكثر حظا خلال هذا الأسبوع، خصوصا الأحد ركز عليه مولد الحمل. إذا كنت من مولد شهر 4 يكون في عندك العديد من الأمور الإيجابية والأحداث الداعمة خصوصا على الناحية العملية والاجتماعية، شعبيتك راح تكون عالية. لكن 2-3 وحتى 4 بدك تدير بالك على شغلك، راح تكون كسول ما في طاقة، وأيضا بدك تدير بالك على صرفك للمال بسبب خسوف القمر. لكن من بعد ظهر يوم الأربعاء وحتى الجمعة الأجواء راح تكون نشيطة جدا، ممكن تكون على سفر يا مولود الحمل، وأيضا إذا كان في عندك امتحان يوم الخميس أو الجمعة فالنتيجة راح تكون لصالحك. السبت ممكن يكون يوم متعب ويوم فيه الصحة متراجعة، والعيلة والبيت بحوزوا على اهتمامك خصوصا لمواليد شهر آذار مارس. نروح للثور، والثور أسبوع صعب صراحة. مولود الثور يوم الأحد يوم صعب، في تعطيلات كتير، في أجواء غير مريحة ممكن تكون موجودة عندك، دير بالك على قراراتك إذا كنت من مواليد أيار مايو. هلا 2-3 و4 خسوف الأمر ببرجك بيجيب لك العدوانية، التوتر، بعض المشاكل الشخصية، وأيضا بدك تدير بالك على قراراتك خصوصا يوم الثلاثة، ما تأخذ أي قرار تندم عليه. من بعد ظهر يوم الأربعاء بيرجع أمورك تتحسن والأجواء بتصير شوية هادية، ما في أي شيء مهم الخميس والجمعة، ممكن في مصاريف تتعرض لها، وايضا العمل بدك تدير بالك عليه يوم الخميس. السبت صراحه اجمل ايام الاسبوع، لو حكينا الجمعه بس راح تضلك نايم ما في اي شيء تعمله، السبت راح يكون يوم نشط ايجابي وبترجع لهيك حركتك يا مودكتور باجواء ايجابيه وجيده. بنروح للجوزاء، والجوزاء يوم الاحد راح يكون يوم هادي رايق، الامور تمشي بشكل جيد بدون اي تعطيل، ايضا تهتم اكثر بامورك العاطفيه. بالنسبه للتنين 3 وحتى بعد ظهر يوم الأربعاء خسوف الأمر بالثور ما بهمك، ولكن وجود الأمر بحد ذاته بالثور هو اللي بيجيب لك التعطيلات، المشاكل العدوانية والتسرع والندم، فحاول يدير بالك يا مولود برج الجوزاء وما تأخذ أي قرار خاطئ. من بعد ظهر يوم الأربعاء الساعة 4 وحتى مساء الجمعة الأمر عندك، هاي أحسن فترة عندك بكل شهر تشرين الثاني نوفمبر، فحاول إنك أنت تعمل أي شيء مهم خلال هاي الفترة يا مولود الجوزاء، في عندك حظوظ شعبية وأخبار حلوة. السبت يوم ما إله معنى صراحة، رح تضلك نايم او راح تضلك تصرف مصاري، هدول الشغلتين موجوده بالسبت القادم. بنروح للسرطان، والاجواء يا مود السرطان راح تكون متوتره يوم الاحد خصوصا عن الطاقة العملي، فبدك تدير بالك اذا كنت من مواليد شهر تموز يوليو. لكن بالنسبه للاثنين 3 وحتى بعد ظهر يوم الاربعاء الاجواء جيده، الخسوف الامر ما راح ياثر عليك، ممكن يخليك شوي عاطفي بعلاقتك العاطفيه او حساس باي كلمه بتسمعها، لكن تاثيرات مباشره ما اظن يا مولود السرطان. لكن بدك تنتبه من يوم الاربعاء الساعه 4 وحتى مساء الجمعه، وجود الامر بالجوزاء بوترك وبجيب لك المشاكل والاحداث الغير متوقع، دير بالك على صحتك الخميس والجمعة، والسبت الأمر عندك ترجع لحضورك لأجوائك الإيجابية والجيدة وأخبار حلوة بانتظار مواليد حزيران يوليو. مولود الأسد بالنسبة لك أنت الأقل حظا خلال هذا الأسبوع للأسف، وبدك تدير بالك كثير منيح، يعني ممكن يوم الأحد يوم حظ فيه ولكن رح تكون شوي مهمل بأعمالك ومسؤولياتك، لكن بدك تنتبه عليه يا مولود الأسد خصوصا إذا كنت من مواليد 7-8-9 آب أغسطس، إنه خسوف الأمر يوم 2-3 وحتى بعض يوم الأربعاء الساعة 4 رح يوتر أمورك العملية، فما تاخذ أي قرار عملي، خليك ساكت، إذا بدك تاخذ إجازة خذ يا مولود برج الأسد، هذول الثلاث أيام طويلين جدا وفيهم تعب، لكن الأمور ترجع جيدة من بعد ظهر يوم الأربعاء للجمعة، هاي فترة استراحة صراحة لك مولود الأسد، بتقدر تعمل بدك إياه، بتقدر تركز على أمورك مثلا العائلية العاطفية، لأنه السبت رح ترجع الأمور تتوتر من أول وجديد ببعض الأحداث أو بعض الأخبار اللي ممكن تخلي مزاجك يتوتر. بنروح للعذراء اللي هو مش أكثر حظا صراحة من مولود برج الأسد، ولكن خلينا نحكي يوم الأحد رح تركز على أعمالك، يوم جيد وإيجابي ونشط فيه كثير من الإنجازات لمواليد برج العذراء. لكن بالنسبة لك مولود العذراء 2-3 وحتى بعد ظهر يوم الأربعاء الأجواء جيدة بشكل عام، لكن دير بالك بقيادتك للسيارة، دير بالك من العدوانية والتهور بقراراتك خصوصا على النطاق الشخصي. أما بالنسبة للأعمال فممكن تتأثر الخميس والجمعة بتوتر عالي ببعض الأخبار والمشاكل والأحداث الغير متوقعة، دير بالك مولود العذراء على أمورك العاطفية ليلة الخميس على الجمعة. أما السبت فرح يكون يوم هادي رايق وممكن تفضل حياتك العائلية وللبيت.
بنروح للميزان، واول يوم بالاسبوع رح يكون متوتر عندك مولد الميزان لانه القمر رح يكون ببرج الحمل، فدير بالك يوم الاحد اذا كنت من مواليد شهر 10 على قراراتك وامورك على صحتك وابتعد عن الكآبه. 2 3 وحتى بعض يوم الاربعاء ما رح ياثر عليك خسوف القمر ببرج التور، بالعكس الاجواء رح تكون رائعه وجيده، رح تتنشط انجاز الاعمال والامور الهامه بالنسبه لك. لكن بدك تنتبه من قيادتك ليله الاربعاء الخميس والجمعه، ايضا تنتبه على وضعك العاطفي يوم الخميس والجمعه، والحظ ممكن ينشأك من بعض المشاكل خصوصا يوم الخميس. يوم السبت هو يوم متوتر، وهو يوم متوتر بعد يوم الأحد، فبدك تدير بالك بنهاية الأسبوع أو يوم السبت على أمورك العملية على قراراتك، وحاول تكون دبلوماسي قدر الإمكان. بنروح لمولود العقرب. مولود العقرب اول يوم بالاسبوع رح يكون جيد، ايجابي، في نشاط، في كاريزما، في حضور، في كثير شغلات رح تجهزها يوم الاحد، لكن 2 3 وحتى بعض ظهر يوم الاربعاء الساعه 4 خسوف القمر مقابلك ببرج التور ممكن يواجه لك الكثير من المشاكل يا مولود برج العقرب، فدير بالك على امورك، قراراتك، مبادراتك، حاول انك ما تعمل اي شيء ممكن تضر حالك فيه، خصوصا اذا كنت من مواليد 7 8 و9 تشرين الثاني نوفمبر. الامور بتصير تروق شوي شوي بمساء يوم الاربعاء، والخميس والجمعه بيكون يومين جيدين مليئين بالحظوظ والاخبار الجيده والاحداث اللي ممكن تدعمك. السبت يعني يوم جيد بشكل عام، بس ممكن هيك تتضرر امورك العاطفيه نوعا ما يا مولود العقرب، وحاول تدير بالك ايضا على علاقتك مع افراد اسرتك. بنروح للقوس والاجواء رائعه 1 3 3 وحتى بعض يوم 4، شوف هاي الفتره كامله يا مولود القوس رح تكون جيده خصوصا يوم الاحد، في حظوظ كثيره، اخبار واحداث ممكن تدعمك. هلا 2 3 4 زي ما قلنا خسوف القمر ببرج الثور ممكن يوتر علاقتك بشريكك بالعمل يا مولود القوس، وايضا بدك تهتم بصحتك يوم 2 3 4، لكن بعد ظهر يوم الاربعاء وحتى مساء يوم الجمعه الاجواء رح تكون متوتره بشكل كامل، حاول تدير بالك على قراراتك، الامر بالجوزاء ممكن يوترك ليله الاربعاء الخميس والجمعه، حاول تنتبه على امورك على صحتك، ممكن يكون مزاجك ابدا مش لتطلع او تلبي اي دعوه، السبت ترجع لوضعك الطبيعي باجواء جيده مريحه وعائليه بعض الشيء. بنروح للجدي، والجدي ممكن يبلش اسبوعه بطريقه شويه غريبه، متوتره، مش عارف وين بده يروح، مش عارف شو بده يعمل قرارات، في صحته شوي ممكن تعبه مولود الجدي يوم الاحد، وخصوصا مواليد 10 19 كانون الثاني يناير، ولكن 2 3 4 خميس جمعه، شوف هالايام الاثنين للجمعه وضعك نار مولود الجدي، حاول تستغل الحظوظ والاجواء الايجابيه لتدعم امورك على كافه الجبهات خصوصا 2 3 4، حتى الخميس والجمعه رح يكون في عندك العديد من الدعوات، عندك كاريزما، حضور قوي، واجواء جيده اجتماعيا وعمليا، لكن عاطفيا ممكن يكون في شويه مشاكل خميس وجمعه. السبت اصعب يوم بالاسبوع لك مولود الجدي، اذا كنت من مواليد شهر كانون الاول ديسمبر دير بالك على حالك كثير وعلى قراراتك، في شويه عصبيه ممكن تتواجد عندك. بنروح لمولود الدلو، والاجواء عندك نشطه ببدايه الاسبوع، في عندك انجازات كثيره ممكن تكون على سفر يوم الاحد يا مولود برج الدلو، اما بالنسبه للتنين 3 وحتى بعض يوم الاربعاء خسوف القمر ببرج التور ممكن يوتر صحتك او علاقتك مع افراد اسرتك خصوصا ليله التنين والثلاثاء، بالنسبه للصحه رح تضلها شوي متراجعه، لكن رح تتحسن الامور بعض يوم الاربعاء حتى مساء يوم الجمعه حتى السبت، يعني مساء الاربعاء خميس جمعه رح يكون الحظ معك يا مولود الدلو، اذا بدك تعمل اي شيء صعب، مبادرات، قرارات شعبية، دعوات، تربية الدعوات، رح تكون انت مسيطر على كل الناس اللي حواليك، حتى السبت رح يكون في عندك انجازات اجتماعية، ولكن يوم السبت ممكن تشتري بعض الحاجيات البيت، ولكن بدك تدير بالك على مصرياتك. اخيرا الحوت، بداية الاسبوع يوم الاحد رح تكون مملة، ما في اي شيء مهم، دير بالك على شغلك، حاول ما تكون كسول، اما 2 3 4 اذا كنت على سفر فحاول الانتباه، وايضا اذا كان في عندك امتحان فحاول تنتبه عليه كثير منيح، لكن اجواء العملية رح تكون جيدة ونشطة يوم 2 3 وصباح يوم الاربعاء. بالنسبة من بعض يوم الاربعاء وحتى مساء يوم الجمعة وجود الامر بالجوزاء بوترك نوعا ما ببعض الاحداث المفاجئة، وممكن تتفاجئ من اشخاص حواليك يوم الخميس والجمعة، ويكون في عندك المناسبات العائلية هي ماخذة حصة الاسد خلال عطلة نهاية الاسبوع. السبت اجمل يوم، السبت اللي لك يا حوت في حظوظ عالية واجواء جيدة وداعمة لك على كافة المسارات خصوصا اذا كنت من مواليد شهر شباط فبراير. هاي كانت إذن أخبارنا وأخبار الفلك للأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني نوفمبر من 6 ل 12، وبنتمنى للجميع أسبوع جيد، دير بالكم من خسوف القمر خصوصا يوم الثلاثاء. باي باي. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.